يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإقامة في البلد الذي لا يستطيع فيه المسلم أن يظهر دينه، وما المراد بإظهار الدين المطلوب؟ إظهار الدين الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، هذا إظهار الدين. ما هو بظهار الدين أنك يتركونك تصلي وتصوم، هذا ما هو بظهار الدين. ظهار الدين أنك تنكر وتدعو إلى الله وتنهى عن الشرك، هذا إظهار الدين. نعم.